واو شنو هالكشخة، شنو هالحركات. المكان معروف نيو آيس بشهادة الجميع، ما راح أتكلم. ادخل على التقييم حق جوجل ماب وأقرأ كل التعليقات، فقط اكتب نيو آيس وتفرج. وعروضهم الآن مناسبة نهاية العام أبداً أبداً ما تتفوت. الإعلان اللي صعب جداً تعمل إلى سكيب. شوفوني متحمس ومبسوط لأني جايب لكم أوفر. نبدأ معاكم عرضنا بنظارات الهوم براند، ولما نتكلم عن الهوم براند نتكلم عن نظارات أصلية وعليها ضمان سنة، عيوب التصنيع ودا يتغير لونها أو تتقشر تعال رجعها وخذ واحدة ثانية. والعرض أي إطار طبي عندكم، هذه كلها إطارات طبية رجالية ونسائية، عندكم البلاستيك وعندكم المعدن. تاخذ النظارة الطبية ب 249 ريال مع عدسات حماية. ما خلصنا وراح تاخذ معاها نظارة شمسية من الهوم براند، كل هذا ب 249 ريال بس. معليش أبتجاوز العرض من عندي وانكم تستاهلوا، وان شاء الله الجماعة ما تزعل وبتوافق على العرض. الحين لما تشتري نظارة طبية وبتاخذ الثانية شمسية اكيد انك بتحتاج تغير عدساتها تحولها الى طبية، فبتدفع عليها تقريبا 100 ريال او ازيد. راح تكون مجانا، يعني تبديل العدسات الشمسية الى شمسية طبية راح تكون مجانا وتستاهلوا. هاي يا جماعة موافقين؟ آيز يميزهم فخامة الاطارات حقهم، شوفوا الفخامة، هذا كله هوم براند، وهذا ايضا او موديلين او ثلاثة او اربعة، اي هوم براند موجود راح يشمل العرض. شوفوا الفخامة، شوفوا الجودة بنات، شوفوا جمال هالموديل. الموديلات شفافة، هذا اطار شفاف، وهذه العدسات المستخدمة. تعجبني الأماكن الشفافة، ما يقول لك فقط عرض، يقول لك تفاصيل العرض. طبعا العدسات اللي مع العرض من شركة كورية عليها حماية انترفليكشن، والشركة عريقة من عام 1960، يعني مو أي براند. هذا الإطار الكليب أون اللي يركب عليه القطعة الشمسية، وهذه القطعة الشمسية اللي عليها، وش رأيكم؟ يجنن صح؟ تخيلوا معي كم سعره؟ 149 ريال بس ليش بدون العدسات الطبية يا جماعة؟ والله لأزبطكم. إلى أول 10 متابعين، وافقوا يا جماعة ترى والله إني أستاهل، إلى أول 10 متابعين راح يكون العدسات الطبية مجانا. تخيلوا، طبعا بعض الموديلات يجي معاهم أكثر من كليب أون، أكثر من لون، يعني اليوم لابس بدلة ترتب تغير. خليني أوريكم باقي الموديلات، وفي موديلات رجالية ونسائية. طبعا هذا من الموديلات الكلاسيكية اللي عليها طلب مرة قوي، كليب أون، شوف 149 ريال بس. وهذا ايضا الموديل كلوب هون، شوفوا يا جماعه كم تركيبه تجي عليه، هذه واحده واحد، وهذا اثنين، يا حركات، وهذا ثلاثه، هذا مره حلو، وهذا اربعه، و149 ريال مع العدسات الطبيه. على فكره عندهم غرفه فحص، والفحص مجانا، اخصائيه فحص سعوديه، ويستخدموا احدث التقنيات. واللي يميزهم المعمل عندهم في المحل، يعني تستلم نظارتك بعد الفحص، بعد إصدار الفاتورة ب30 دقيقة وانت جالس تستلم نظارتك، يعني متعطلين تعالوا نيو آيس. طبعا كل الموديلات اللي تشوفونها هذه كليب أون، وهذه من الأشياء اللي تميز فيها نيو آيس، 149 مع عدسات يا جماعة. وهذه النظارات الشمسية الهوم براند، والعرض حقهم أي نظارة شمسية راح تكون ب99 ريال بس. شوفوا الفخامة، شوفوا الجمال، طبعا عليهم ضمان سنة، تتقشر يتغير لونها، تعال رجعها وخذ واحدة ثانية. ولازم نتجاوز بالإعلان، وأتوقع آخر مرة يقولوا لي تعال اعمل إعلان، خسرتنا يا الضامن. النظارة الثانية بنص السعر، قولوا تم، والله أني أستاهل، لا تطلع فيه كده يا محمود، والله أني أستاهل. ليش يا شباب ويا بنات قلت أنا النظارة الثانية بنص السعر؟ لأن تيجي تشوفوا فخامة الموديلات صعب جدا أنكم تاخذوا إطار وتطلعوا، تاخذوا 2 3 4 5، والله يا جماعه ما قاعد ابالغ، شيء هاي كواليتي وباقل الاسعار، والله شيء جميل يا جماعه، والله شيء يهبل 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 يهبل، والله فاشن وحركات وفخامه يا بنات، والله شيء واو. شلون ما يطلع ترند المكان؟ ادخلوا بس شوفوا التعليقات بجوجل ماب. من جد يا شباب دي تهبل، شكلي باخذها، والله فنانه جميله، علي بالعافيه ان شاء الله بس يعملوا لي خصم. اطارات الاطفال، الله والجمال، الله والفخامه، الله والكياته، فخامه وجمال وكياته وجوده. شوفوا هذا مره صغير مره كيوت،
وموفرين إلى جميع الأحجام وجميع الموديلات من الأولاد والبنات، وكلها خامات هاي كواليتي ما شاء الله تبارك الله. والله التشكيلة مرة ضخمة، مو بس الكبار عندهم كليب أون، حتى الأطفال والله حركات. وهذا أيضا موديل آخر، الآن بقولكم بالعرض راح تنصدموا راح تتفاجئوا، وشكلي بنكبهم حتى الكليب أون راح أدخلهم من ضمن العرض. اشتري نظارتين طبية مع العدسات حق الأطفال ب199 ريال بس، طبعا حتى الكليب أون راح يدخل من ضمن العرض، يعني هدول الثنتين مع العدسات الطبية 199 ريال وتستاهلوا. شوفوا الجمال ب199، شوفوا الجمال والحركات ب199 ريال بس يا جماعة، بلاش. الماركات المشهورة في إطارات الأطفال ميرافليكس، طبعا عليهم 50% سعر الإطار، سابقا 500 وحاليا راح يكون ب250 ريال فقط. محمود هذا العرض بدون العدسات؟ صحيح، مع العدسات. روح يا حبيبي روح، يا حبيبي روح، والله انهم يستاهلوا. لأول 10 عملاء فقط، خلاص يا محمود. الإطارات الطبية والشمسية، شنو الماركات اللي عندكم؟ تمبرلاند، ايفانس، كيتشر، بولو، كلها أصلية ومضمونة بالشهادة. والعرض اللي عليها كم يا محمود هالمرة؟ 40%. والضامن ما يستاهل 40%. الضامن ما يستاهل 50%. نحذف إجابتين، نستعين بصديق، خليها 50%. والله إني أستاهل 50%، والله إني أستاهل. وهذه تغطيتنا كانت بالنيو آيز، خليني أقول لكم موقعهم موجودين بالقطيف شارع القدس مقابل مفروشات الشماسي، هناك يصير البنك العربي.